كريم واحد من الطلبة الطموحين من حاملي الأفكار الجديدة الذين وجدوا ظلتهم في دار المقاولاتية بجامعة الجزائر. المبادرة دارت كيما هادو بزاف 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 شابين باسكو يقربوا الطالب من المؤسسات باسكو ما عندهمش خبرة، دائما يكونوا يحوسوا إذا شكون يوجههم التوجيه، يوريو لهم الطرق كيفاش يفتحوا المؤسسات كيفاش، كاين بزاف طرق يجهلها الطالب. ترقية روح المقاولاتية لدى الشباب وتحفيزهم على تجسيد أفكارهم هي أهداف الأيام المقاولاتية للطلبة التي تعرف إقبالاً معتبراً من طرف الشباب حاملي المشاريع. المبادرة هذه اللي دارتها وكالة تشغيل الشباب مع جامعة الجزائر 3 نشوفها بلي راح تكون تعطينا بزاف لي زوبورتينيتي. دار المقاولاتية هي مرافقة حقيقية ومرافقة ميدانية لطلبة جامعة الجزائر 3، تبدأ بتطوير أفكار الطلبة وكذلك العمل على تمحيص ودراسة مشاريعهم حتى نصل معهم إلى التجسيد الميداني لهذه المشاريع. كثمرة شراكة بين جامعة الجزائر 3 والوكالة الوطنية لدعم تشغيل شباب أنساج، تلعب دار المقاولاتية دورا هاما في تدعيم الخطوات الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.